السلام عليكم ورحمة الله. احنا في منطقة يالنجك، جينا نصور لكم مشروع جدا راقي. المشروع عبارة عن 3 أبراج زي ما احنا شايفين. المشروع يتكلم عن نفسه، مشروع متكامل موجود فيه الجلسات العائلية زي ما احنا شايفين امامنا، والمساحات الخضراء، ألعاب الأطفال، حراسات أمنية، كاميرات مراقبة 24 ساعة، وعندنا المسبح. وعندنا كافي تحت البلوك هذا، البرج تحته بس كافي. المشروع صفر على البحر زي ما احنا شايفين، نطلع من المجمع نجي على طول على البحر على طول. مجمع راقي جدا، متوفر فيه كل الخدمات في منطقة يالنجك. نطلع مع بعض نصور لكم شقة في الدور السادس في البلوك هذا اللي هو ملاصق لفندق رمادا. تعالوا معنا نشوف تفاصيل الشقة فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة يالنجك، جينا نصور شقة 3 غرف صالة مساحتها 180 متر مربع، شقة في مجمع راقي جدا. هذه الشقة، شقة رقم 31. أول ما نخش الشقة عندنا الهول والممرات، ديكورات سقفية زي ما احنا شايفين، إنارات ليد مخفية. نجي هنا على اليسار على المطبخ، الدولي براكبة وجاهزة، في بلكونة. البلكونة لها مخرج من المطبخ ومن الصالة أيضا. هذا المخرج من الصالة، إطلالته جدا روعة، صفر على البحر، يعني ننزل من البناية على طول على البحر. مجمع متكامل، في مسبح، مواقف مغلقة، ألعاب أطفال، صالة جيم، ومساحات خضراء. وأحلى من هذا كله أنه صفر على البحر. نكمل لكم تصوير باقي الشقة. نطلع من المطبخ، المنطقة اللي أمامنا هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص للأحذية والعبايات. بجوار المطبخ الصالة، هذه الصالة مساحتها كبيرة وشرحها ما شاء الله تبارك الله، ديكورات سقفية مخفية بإنارة ليد، واجهة كبيرة أمامية على البحر. يعني واجهة الصالة على البحر بالإضافة إلى البلكونة. زي ما قلت سابقا، المخرج ذا مخرج البلكونة من الصالة زائد المطبخ. عندنا أيضا مكيفين تابعة للشقة، أيضا مكيف الصالة ومكيف غرفة النوم الرئيسية. نطلع من الصالة نجي هنا على الغرفة الأولى، أيضا ديكورات سقفية وشقة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، حتى الغرف كبيرة مساحتها ما شاء الله تبارك الله. نطلع من الغرفة الأولى، نجي هنا على الحمام.
مروش بنظام جاكوزي. طبعاً حمام الرئيس ندب كرامة على الغرفة الثانية. الغرفة الثانية كمان لها بلكونة جانبية. بلكونة جانبية صغيرة طالت أيضاً على البحر. بجوار فندق رمادة. يعني فندق رمادة ملاصق للبناية هذه. نطلع من الغرفة الثانية نجي أخيراً هنا على غرفة الماستر. زي ما قلت لكم غرفة الماستر أيضاً فيها مكيف سبيريت. نشوف مساحة الغرفة، مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. إنارات مخفية وإنارات ليد، وفي حمام خاص بغرفة النوم الرئيسية الماستر. حمام متكامل ما شاء الله تبارك الله بكرامة. مروش وكلوزت ومغسلة وبلكونة خاصة بغرفة النوم الرئيسية. بلكونة صغيرة تعبر غرفة النوم، إطلالة جانبية على البحر. مجمع متكامل. عندنا هنا الشارع الرئيسي للمجمع. فنقول شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 180 متر مربع. إضافة إلى ذلك موقع يالنجر، موقع جدا راقي، موجود فيه كل الخدمات، السوبر ماركتات، جواهر مول قريب من الموقع. المطار تقريبا 3 دقائق، الميدان 5 دقائق، والفورم مول الفورم أيضا 5 دقائق. يعني كل شيء قريب من الموقع، زائدا الحاجات اللي موجودة داخل المجمع، المسبح والكافيه والصالة الرياضية والمواقف المغلقة. يعني خدمات متكاملة في المجمع. إضافة إلى ذلك ما ننسى نظام كاميرات مراقبة والسيكيورتي في المجمع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.